صباح الخير عليكم. أنا كنت نشوف الفيديو تاع عايده. عايده بكتني وبكتني نضال اللي كانت تعاني في هذا الصمت، وواحد ما على بالو بها، والناس كامل كانت عارفة بلي هاد المرأة هرم من واحد من الأهرام تاع الجزائر. يعني بوغ موا سيتي ما عنباليش، كنت نحسها عايشة لا بيل في هاد لادام. فينالمون كانت تعاني في صمت اللي عانينا فيه كامل. انا تاني نقولهم بلي عانيت بخمس ولاد وحدي، واحد ما عاوني. نقول الحمد لله اني وصلت ودرت دار لولادي. نقول النضال، انا ما عنديش باش نعاونك ماديا لكن نعاونك، عندي دار في عين والسهرة. مرحبا بك، مرحبا بك في كل وقت، ورانا معاك، واحد ما يخليك. ان شاء الله بالشي اللي نقدروا، ولو كان بالهضره. مادا بيا الفنانين كامل يتجندوا وينوضوا يتحركوا مع هاد المرأة، وماشي غير كاينة غير هي، كاين بزاف اللي ما على بالناش بيهم، اللي راهم يعانيوا في صمت كبير. أنا نقول المسؤولين، أنا عمري ما شكيت لكم وعمري ما بكيت لكم، بصح على هاد المرأة نبكي، على خاطر هاد المرأة كانت تعاني في صمت وواحد ما حس بها. وراهي عايدة هي اللي ماشي عايدة، عايدة يعني واحدة من الناس الشجاعات اللي راهم يقابلوا ويهضروا على الفنان. نتمنى انه هاد المرأة ما تعيش في هاد الميزيرية هذه اللي عشناها حنايا. هذا واش نقدر نقول لكم. نقول الفنانين اللي عنده صوت ويقدر يمدوا لهاد المرأة ينوض، ما عنده ما يستنى، لانه الفنان كامل راه يعاني في صمت، واحد ما على باله. كيما قالت عايده، وقت ما يحتاجونا يعيطونا، كي يخلصوا المهمات تاعهم يطيشونا. هذا واش نقدر نقول لكم. وماشي غير الفنان، ومادابيا الجزائريين يتجندوا ويحطوا اليد في اليد وينحيوا علينا هذا الهم والميزيرية. وشكرا.